من هو الزعيم أو الرئيس العربي الذي كان أكثر قربا من قلب وعقل الملك حسين رحمه الله؟ شوف، في فترة من الفترات، الله يرحمهم اثنين، في فترة من الفترات الملك حسين كان معجب بصدام حسين، كان يشعر انه صدام شجاع أسد وعروبي ومخلص للقضية الفلسطينية. إكراما للشعب الأردني الشقيق، قرر السيد الرئيس القائد صدام حسين حفظه الله أن يطلق فورا سراح جميع السجناء الأردنيين في العراق بمختلف محكومياتهم، وإيقاف التعقيبات القانونية بحق المتهمين الآخرين، وإطلاق سراحهم على الفور أيضا. أول ما يجي صدام حسين، أول ما